أحد الإخوة قبل أيام سأل، قال إن البعض من الآخرين يستشكلون علينا، يقولون كيف تقولون أن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها سيدة نساء العالمين؟ هذا مخالف للقرآن الكريم، لأن الله يخاطب مريم يقول إن الله اصطفاك، أو هذا كلام الملائكة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذن مريم الصديقة هي المصطفاة على نساء العالمين، فكيف تقولون إن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين؟ قلت له قل لذلك الشخص جوابين. الجواب الأول جواب نقضي، الأمة الإسلامية أفضل أو الأمة اليهودية؟ ياهو أفضل، اسأله. طبعا يقول الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية أفضل الأمم، هذا هو ما في شك. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذن أفضل الأمم منه؟ الأمة الإسلامية. هذا مناقض لصريح القرآن على منطقك، لأن الله تعالى يخاطب اليهود. راجعوا سورة البقرة، قلت لجيب القرآن في أوائل سورة البقرة وطلع الآية، أيضا شاف الآية، الله يخاطب اليهود يقول وأني فضلتكم على العالمين، فكيف تقول أن الأمة الإسلامية أفضل من الأمة اليهودية؟ هذا شنو جوابه؟ الجواب نفس الجواب. هذا هو الجواب الأول، الجواب النقضي. الجواب الثاني الجواب الحلي، وهي أن اللفظ عندما يطلق أمثال هذه الألفاظ، أمثال هذه الجمل، تنصرف إلى ذلك المحيط وإلى ذلك الظرف. يعني عندما نقول الدولة الفلانية أقوى دولة في العالم، أقوى دولة في العالم يعني من زمان آدم إلى قيام الساعة، هذا معنى هذه العبارة؟ لا. عندما نقول أقوى دولة في العالم يعني في هذا الظرف. عندما نقول فلان طبيب، هذا أفضل الأطباء في علاج العين مثلا، يعني أفضل الأطباء من عهد جالينوس إلى 1000 عام بعد، إلى 10,000 عام بعد، هذا معناته؟ هذا مو معناته، هذا واضح. عندما نقول أفضل الأطباء في العالم يعني في عالمنا اليوم، في هذا المحيط الذي نعيش فيه. فعندما الملائكة تقول لمريم أو الله يقول لمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني أي عالم؟ يعني عالم زمانها. كما أن الله عندما يخاطب اليهود يقول وأني فضلتكم على العالمين، اليهود كانوا أفضل الأمم، لكن في أي وقت؟ في عالم زمانها، في ذاك المحيط، في ذاك الإطار، مو في كل عالم. هذا لا ينافي أن توجد هنالك سيدة أخرى هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وهي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها.